من بين النقاط لإنجاح النهوض بالمجال المنجمي الجزائري هو إعادة النظر في قانون المناجم، لأن لازم نرجع قانون المناجم أكثر جاذبية، أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر جاذبية لكل العمليات اللي يقوموا بها من خلال المرافقة لغاية إنجاح المشاريع. لازم نغير مفاهيم كل المؤسسات الموجودة في عبر التراب الوطني في المجال المنجمي، أننا نرافق المؤسسات الجزائرية يعني من قطاع عام وخاص لإنجاح المشاريع، وهذا ما نصب إليه من خلال القانون الجديد اللي هو مسودة الآن جاهز، وإن شاء الله راح نطرحوه في الأسابيع القادمة للمجلس الحكومة وكذلك مجلس الوزراء والبرلمان بغرفته إن شاء الله.